قام الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم بزيارة إلى مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات الواقعة في مدينة حمد، وتم خلال الزيارة تسليم مبنى المدرسة رسميا إلى الإدارة العامة لشؤون المدارس، حيث ستخدم عددا كبير من المجمعات السكنية بمدينة حمد وستسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته. وقد قام المدير العام لشؤون المدارس بجولة في مباني ومرافق المدرسة والاطلاع على تجهيزاتها المتنوعة. وبهذه المناسبة تقدم سعادته بخالص الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يلقاه التعليم من دعم ومساندة واهتمام، مؤكدا أن تشييد وافتتاح مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات يعد جزءا من الخطط الحكومية المعتمدة لتطوير البنى التحتية التعليمية وتوفير التعليم المتميز للمواطنين. كما أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء إن وزارة التربية والتعليم تعمل مع الشركاء على عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بما يحقق الكفاءة والاستدامة. من جانبه أكد سعادة السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن الوزارة تعمل على توفير التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية التعليمية وفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر. هذه المدرسة تأتي تنفيذا للقرارات والتوجهات الحكومية بتعزيز البنى التحتية. هذه مدرسة كبيرة طبعا تستوعب أكثر من 1000 طالبة للمرحلة الابتدائية، وطبعا مزودة بمختلف المرافق المطلوبة من المختبرات، الحاسوب، المختبرات العلوم، غرف التمريض، الصالات متعددة الاستخدامات، الصالات الرياضية إلى آخره، والفصول طبعا. وإن شاء الله سوف يتم تعزيزها بالكادر التعليمي والإداري بحيث تبدأ المدرسة العمل اعتبارا من سبتمبر القادم، وطبعا سوف تسهم في تخفيف الضغط على المدارس الأخرى في منطقة مدينة حمد، بالإضافة إلى طبعا تعزيز عملية التعليم والتعلم من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية والحديثة في التعليم، بالذات فيما يتصل باستخدام المختبرات ومصادر المعرفة إلى غير ذلك.